ده السؤال. حضرتك دلوقتي أنا طالب جامعي وكنت يعني خلفت وكده وأنقذت نعم، وخلفت طالب، أنا طالب جامعي أنت طالب جامعي وبعد، وكنت حلفت يعني إن أنا ما أعملش حاجة وعملتها. وإيه صلتها بالطالب الجامعي يعني؟ أنت حلفت يعني ألا أنا دلوقتي تصنع. على كفالة، يعني كفالة بابايا، يعني دلوقتي أيوه على كفالة أبيك. نعم، يعني أنت معك فلوس تكفر كفارة يمين بالإطعام أو ليس معك؟ حاليا معايا. حاليا معك. طيب أطعم، لأن لا نتجه إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام، لأن الله يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طب حضرتك أطعم إزاي يعني؟ اشتري أنت من البلاد؟ أنا من مصر. منين يعني في مصر؟ من القاهرة. 10 وجبات كشري. أنتم من أهل الكشري ولا من أهل الكباب؟ لا من أهل الكباب. مش سائز يعني تاكلوا طعامكم المتوسط كباب؟ لا يعني رز وفراخ يعني. طعامكم المتوسط رز وفراخ، 10 وجبات رز وفراخ وزعهم على المساكين. طب الكمية عادي يعني زي ما بناكل؟ ما هي 10 وجبات، الرجل المتوسط يأكل ماذا؟ طبق يعني. طبق خلاص. طيب زي ما أنت بتاكل، زي ما أنت بتاكل 10 وجبات من طعامك المتوسط. ماشي، شكرا.